ولذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما أتاه مال، لما أتاه مال واجتمع بعض الصحابة يريدون من هذا المال باعتبار أنه من بيت مال المسلمين، فماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. فإذا امتلأ قلبك غنى من الله ورضاء برزقه عز وجل اطمأنت نفسك. وكم من أشخاص ملكوا وملكوا وملكوا، أين هم؟ أين هم؟ هذا هو السؤال، تحت الأرض، لكن هل انتهى الأمر؟ لا، ما انتهى. ملايين أو مئات الآلاف سيحاسب عنها عند الترمذي كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. وكون الإنسان يكتسب بالتحايل عن طريق الدين هذه أعظم وأعظم.